هذا يسأل عن رجل جامع زوجته وهي حائض، هذا حرام. قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألا يجوز جماع الحائض؟ حرام، وإذا فعله يجب عليه التوبة ويجب عليه الكفارة، أن يخرج دينارا مثقال من الذهب أو نصفه يعطيه للفقير كفارة لما حصل منه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمرأة مثله، تجب عليها الكفارة إذا كانت منقادة، إذا كانت منقادة له. أما إذا كان قد أكرهها بغير اختيارها فليس عليها شيء.